VIP Spot انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضية كل نهار زبط على الحياة فهم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على اللايف ستريمينج نتاعنا برنامج في اي بي سبور كالعاده كل نهار سبت، وان شاء الله في البرمجه الجديده ورسمين البرنامج باش يكون نهار الجمعه من 8 لل 10 نتاع الليل استضافه لاهم الشخصيات الرياضيه في مختلف الرياضات، سواء مسؤول سابق او لاعب سابق او مدرب رياضات جماعيه او فرديه، وبرشا جديد يستنى فيكم بارتير من الاسبوع القادم. ضيفتنا اليوم في الفي اي بي سبور رئيس جمعيه تشوكبول بالقيروان، ان شاء الله باش تكتشفوها تباعا في الحصه. نذكر كالعاده باش ترافقني في الاخراج التقني امن ابو خيط وسيف بولعرس في الاخراج الرقمي. نمشيو الفاصل غنائي ثم نرجع مع رئيسة تشوكبول مدام بسمة نجار. في اي بي سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار زبد على الحياه فهم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي خيرتوا 93 الحياه فهم، اكيد برنامجكم اللي تعودتوا به في اي بي سبور اللي كان يجيكم كل نهار سبت من 8 ل 10. ان شاء الله نعاود نذكر انه الاسبوع القادم بداية من نهار الجمعة باش يكون من 8 متاع الليل ل 10 متاع الليل استضافة لأهم رموز الرياضة في تونس خاصة في ولاية القيروان وخارجها، سواء لاعب أو مسؤول أو مدرب أو مرافق أعطى للرياضة في القيروان أو في تونس أو خارج القيروان. اليوم استضفنا لعنصر نسائي أعطى أكثر للرياضة في تونس خاصة جهة القيروان رئيسة جمعية تشوكبول بالقيروان. أكيد الرياضة هذه جديدة عليكم، برشا ما يعرفوش الرياضة هذه، فرصة اليوم باش نعرفوا بالرياضة هذه ونعرفوا برئيسة الجمعية مدام بسمة شريتي نجار. مرحبا بك. مرحبا ومرحبا بكل مستمعي حياة فهم. أكيد مدام بسمة شريتي ضيفتنا اليوم باش نحكيو على رياضة التشوكبول ونحكيو على الجمعية، وقبل هذا الكل باش نتعرفوا أكثر عليك. بسمة شريتي النجار أستاذ فوق الرتبة اختصاص جيدو وعاملة فورماسيون في التشوكبول في الكرة الحديدية والحمد لله، ورئيس جمعية التشوكبول بالقيروان. به رئيسة جمعية التشوكبول بالقيروان خليوها بعد، نبدأ من البداية. أكيد مدام بسمة حياتك الخاصة بدأت بالرياضة، أكيد هل أنه الرياضة عندك أنت بدأت بغرام، هل أنها القراية اللي وصلتك أو فما موهبة فيك أنت اكتشفوها الناس؟ والله انا نحب الرياضه وملي انا في الابتدائي نشارك في العدو ومن بعد مشينا ترانيت باسكيت عند سي عمر معمر، ومن بعد في الجيدو تبع معمل الطبق بالقيروان. باهي نبداو باول حاجه، بديت اتليتا فورما. اتليتا كيفاش جاتك الفكره باش تبدا اتليتا؟ نعرف قبل الفكر والصعوبيه نتاع العائلات نتاعنا كيفاش طفله تمشي اتليتا. الحمد لله نحن عائله شريتي عائله رياضي ابا عن جد، ووقتها في عند سي جلول يرحمه بديت بالعد ونعمل 100 متر بلا ونعمل 200 متر حواجز و 400 متر المناوبه هذيك ومن بعد كي طلعت للمعهد معناتها وليت باسكيت. يعني قداش عمرك ملي بديت اتليت بدايتك؟ 11 سنه. 11 وقتاش كملت الاتليت وباش تمشي الباسكيت؟ قعدت 3 سنين انا في الاتليتيزم ومن بعد عملتش حاجه باهيه في 3 سنين هذوك. اي الحمد لله يا رب، مازلت عندي الميداليات والتريكوات والشورتوات. لعبت مع سي محمد الهميمي وقتها هو في اخر السيزون تاعي. تحيه لي سي محمد. وبعد كيفاش جاتك الفكره؟ اكيد انت تحصلت على ميداليات، كيفاش من الاتليت حاولت الباسكيت؟ والله وقتها ما ثماش الحقيقه، ما كانش العاب القوية في القيروان وقتها. وليت في سكولير معناتها مش سيفيلا. ديما سكولير نشارك باسكيت، وبشويه بشويه وقتها جيدو مازال في بدايته. زادة وليت نترنى جيدو في دار شباب تابع معمل الطبق بالقيروان. من اول مباريات الحاسيلو تحصلت على ميداليه وقتها فضيه واختاروني فريق قومي. وهو اللي هنا السؤال المطروح، هل انه يعني انت تحب الباسكيت ولا فما شكون غر من كبير؟ بما انك انت مشيت اتليت وتحصلت على ميداليات، وبعد ما بين ليله وضحاها تلقى روحك في الباسكيت وكيب ناسيونال.
يعني معادلة صعيبة. مش في باسكيت إكيب ناسيونال. إي نعرف يعني معادلة صعيبة. إي في وهزينا كوب وقتها سكولير باسكيت، أما في الجيدو وقتها الحقيقة العنصر النسائي مازالوا وقتها لاهين به. الحقيقة كنا يجي تسعة راهو قراوة بنات إكيب ناسيونال. يعملونا استاجات هنا في الكونتيننتال. اسم الجمعية؟ مصنع التبغ بالقيروان. تحية اليوم اللي برشا ما يعرفوش اللي كانت عندهم جمعية تاع كرة السلة. سي حمود صدفي كان هو الانترينور نتاعي. باسكيت وجيدو. تحية لي. يعني في الباسكيت لقيت روحك وهزيت الكوب. هزينا وقتها سكولير. وقبل كان عنا يعني تبارك الله نساء قبل كانوا ينشطوا اكثر قبل المغربيين. كنت سكولير بالحق، كنت ما شاء الله راهو النتائج بالكدا بالكدا في القروان. في جميع معناتها لي ديسيبلين الكل. اوكي. ولحد الان راه مازلت فوت باسكيت كل وقت الرياضه المدرسيه معناتها ماشيه بالكدا بالكدا. وتو مازلت يعني والله بحكم الوضع الوبائي تو قصت شويه ما عدتش ثم مشاركه معناتها، والحمد لله ان شاء الله الوضع ماشي ويتحسن. بعد الباسكيت قلت لي عملت جيدو. جيدو كيفاش كانت الفكره والبدايه نتاعك وكيفاش هكا اخترت الرياضه هذه الفرديه؟ والله كانت اختي هي بدات في الجيدو، وبما انه وقتها البنات تفرقنا نتاع الباسكيت وليت نمشي نترينا. هاني قلت لكم بشويه بشويه، والحقيقه البنات القروين وقتها كنا نحن ديما نهزوا كوب وشامبيونا وباريكيب انديفيديويل وباريكيب. وفي الجيدو خديت ميداليات؟ خديت ميداليات وخذيت ميدالية وقت عملوا لنا أول شامبيونا لهنا أفريكان، هزيت وقت ميدالية فضية ولبستها لي فتحية مزالي. فن عمر وقتها؟ وقتها أنا عمري 19. ما زلت أتذكر هكا القوانين تاع جيدوك الأسماء هذيك، ما جامش تذكرنا هكا باش لعبت. أجيمي وماتي، أجيمي أبدأ وماتي ستوب. لي تكنيك معناتها تما برشا، موروتي وسوتوغاري اوتشي كوتشي. شكون هما المدربين اللي كان معروف القروان قبل يعني في الجيدو؟ طلعت ابطال يعني حتى مصنع مصنع التبغ اكيد، حتى المدربين في ليكيب ناسيونال والجوريت نتاعهم زاد. سي حموده صدفي كان هو الانترينور نتاعنا وكان واقف لنا معناتها الحقيقه وقفه باهيه في حتى في البريباراسيون فيزيك وميسكولاسيون كل شيء. نخرجوا فوتينغ تربصات في عند راهم في قليبيا، في يعملوا لنا ديما تربصات قبل ما نبداو. وانت قبل التوجه نتاعك شنو في القرايه؟ مات سيونس. كيفاش نجمت توافق ما بين القرايه والتدريبات؟ كما قلت انت عندكم تربصات تمشيو تعملوا تربصات، اكيد تلقى شويه صعوبات. الحمد لله ربي وفقني والحمد لله. خاطر اللي يعرف مدام بسمه اذا كان واحد سبيساليتي سبور ينجم يوفق. اما انت قلت لي سونس نعرفوا قبل القرايه نتاعكم. اي وقتها ما كانتش ليتيديت وما كانتش الحقيقه، كان الواحد عنده حافز وعنده ممكن الحاجه اللي سهلت لك قلت لي العائله سبور والعائله معناها اللي عاونتك رياضيه. الحمد لله. باهي. وبعد الجيدو شنو عملت؟ على شنو استقريت يعني الاستقرار نتاعك؟ والله قعدت في جيدو قريت جيدو زاد سبيساليتي جيدو، تخرجت نخدم استاذة الرياضة. وكي جات الفورماسيون نتاع تشوك بول وقتها 2019 مشينا زميلات معناتها سبع زميلات انتقلنا للكيف وخذينا وعملنا الفورماسيون في تشوك بول وخذينا شهيدنا وبدينا ننشطوا. الرياضي رياضة تشوك بول اكيد تو برشا قاعدين يسمعوا فينا. الرياضة دي أول مرة أنا نسمع بها رياضة التشوك بول. أعطينا لمحة صغيرة على الرياضة هذه شنية وقتاش دخلت لتونس، وهل أنه هي من برا معروفة والرياضة دي تضم قداش من لعب؟ هي بدأت في جنيف في سويسرا. جنيف. وقتها كانت هو طبيب اللي معناتها اللي طلعها لعبة التشوك بول بحكم أنه برشا تجيه جوارات إصابات معناتها. قال علاش ليه ما نختاروش رياضة ما تضرش معناتها البدن ما تكونش فيها اصابات. هي مزيج من كره اليد وكره الطائره. فهمت؟ ما فيهاش كونتاكت ما فيهاش فكان، فيها عندك الحق هي غاغل دو تغوا
تروا باس تروا با معناتها فهمت. ونسجلوا على تشوك مش جول معناتها تشوك ترمي عليه. وقت اللي ترمي عليه الفريق الاخر يلزموا يشد الكره باش ما تطيحش في القاع كيما الفولي. اذا طاحت في القاع تولي بوان عندي انا معناتها. والاعمار اللي تنجم تشارك الاعمار هي نحن تو بالنسبه للقروين نشاركوا الاكثريه في الاوبن وفيها الموان 12 موان 15 موان 18 وفيها الاوبن تلعب فيها معناتها الاعمار الكل والجنسين معناتها ذكور واناث. نجم يلعبوا مع بعض نجم يلعبوا مع بعضهم. وثم الشاطئيه بخمسه لاعبين وفي الملعب بسبعه لاعبين. يعني تنجم تلعب على الشط وتنجم تلعب في القاع وتنجم تلعب في المفتوح. اي وقتاش تنجم تلعب سبعه ضد سبعه؟ كي تبدا في القاعه معناتها في ملعب والا في قاعه. معناها يفرض عليك لازم سبعه ضد سبعه ولا تنجم تلعب؟ والله هي كل تورنوا فيها قواعدها معناتها قواعد. تنجم تحطوا نتفاهموا على معناتها النظام لك الدوره هذيك. فهمت؟ وعندكم وقت في اللعبه ولا؟ اي عندنا وقت. قداش تدوم اللعبه؟ 12 دقيقه التصفيات شوط كامل. وفي النهائي شوطين ب 12 دقيقه. زاد كيف كيف راهو نتفاهموا عليه من قبل نظام الدوره اللي مش تصير. واللعبه ذي معروفه لبرا يعني؟ معروفه لبرا بالكدا معناتها. وعندنا تشوكبول تونسي يشارك باسم تونس في الدورات معناتها اللي تصير في سويسرا. وانتم وقتاش اسستوا الجمعيه؟ وقتاش بديتوا تنشطوا؟ الجمعيه بديناها احنا في من 2019 وشاركنا في برشا دورات ودورة صحراء بيتش معناتها زادا شاركنا فيها هذيك أول دورة دولية وحققنا الحقيقة المرتبة الثالثة والرابعة الحمد لله. شكون من الفرق كان ذكرنا اللي شاركوا فيها؟ شاركوا فيها تشوكبول سوسة مكنين قصر هلال وتشوكبول تونس وقرقنا صفاقس. فما جمعيات خارج تونس ولا جات جمعيه نتذكر الاسم لا اله الا الله برما وقت شفنا فما جيت زوز هما جوز جمعيات تشيك فوالا في الكواليس حكينا شفنا التشيك اللي شركه وبارامو يعني عندهم تقاليد كبيره. عندهم تقاليد كبيره كبيره فيها ما شاء الله. شاركوا بالاوبين كهو هما ونحن شاركنا بالاوبين وثم جمعيات اخرين شاركت بالموان 18 والاليت. وما عندكم بريسك عام توقع اللي تنشطوا؟ عندنا عامين تنشطوا. عامين تنشطوا يعني عندكم مقر خاص؟ عندكم والله لا ما عندناش مقر خاص بزيح. هي اجتهادات زملاء نحن بريسك الاعضاء كلهم زملاء معناتها اساتذه تربيه بدنيه. كان عندنا اشتراك شهري كل واحد يدفع لك الاشتراك الشهري وبه هو معناتها قاعدين نكريو تيران فهمت نتلموا نترانيو معناتها اخر الاسبوع. نظمتوش تظاهرات؟ نظمنا زوز دورات في القروين دوره الصداقه الأولى ودورة الصديقة الثانية في ديسمبر. الأولى شو عملتوا فيها؟ الأولى أوني كلاسي لو دوزيام. والثانية كاتريام. كاتريام. حس خاطر الظروف راهي نتاع هالوباء الكورونا عطلت برشا وهي حاجة باهية مدام بسمة أنه التظاهرات تصير في كل ولاية. حتى العلاقات والصداقات. صحيح. حاجة باهية ونقربوا حتى من بعضنا. صحيح نقربوا من بعضنا صحيح. معروفة الرياضة من قبل معناتها تقرب هي اللغة العالمية. وتنجموا تشاركوا حتى خارج تونس حتى كي تصير تظاهرات؟ هل أنتم ما عندكم الحق نجموا تشاركوا؟ عندنا الحق كي تتوفر عندنا الماديات. ما لقيتوش هكا شكون باش يعاونكم السلطات فماش هكا؟ صعيبة كل شيء على حسابنا نحن راه حتى كي نتنقلوا والكل الكل على حسابنا نحن. خاطر مازالت ما ثماش فيدراسيون تونس في تشوكبول احنا منظمين تحت جامعة سبور بورتوس معناتها رياضة للجميع. وينجم حتى خلينا نقولوا إذا كان تنضيو تحت الجامعة ممكن فما حلول تلقاو حلول. رياضة وشغل يعني ربما خلينا نقولوا نصف قانون. أكيد. علاش أنتم معناها ما تكبروش في
الجمعيه نتاعكم في الاعضاء نتاعكم دخلوا جمعيه يلقاو لكم حتى حلول اشهار تسويق حتى لكم انتم ما تقعدوش تستنوا في الصلات. احنا بدينا فيها وقاعدين نخدموا عليها سلون. احنا عاملين توا تخطيط بدينا دخلناها توا في الرياضه المدرسيه وفي الكوليج هذيك باش يكبر لنا الباز نختاروا ليفيكتيف والمغروم بالطبيعه باش نعملوا سيليكسيون فهمت باش نعملوا نحن الفرق الموان 12 وموان 15 معناتها ونتطوروا معاهم وكله وان شاء الله ان شاء الله يحلفنا الحظ. نحن قاعدين توا نعملوا في مشروع ان شاء الله ان شاء الله المشروع هذا نخليوه في الجزء الثاني في الافق نخليكم برونشي على 90 3 الحياه افهم برشا جديد في الجزء الثاني خليكم ترتاح مع الموسيقى ثم نرجعوا في الجزء الثاني. في اي بي سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه افهم. رجعنا لكم من جديد في الجزء الاخير من في اي بي سبور. نذكر معنا رئيسة جمعية التشوكبول بالقيروان مدام بسمة شريتي النجار. اكيد حكينا في الجزء الاول على المواهب المتعددة نتاعك من الاتليت للباسكيت للجيدو لمحة صغيرة على التشوكبول والقوانين. في الجزء الثاني خلينا نحكي وعطينا لمحة على الاعضاء نتاع الجمعية نتاعك. اعضاء الانسة سلوى مفتاح هي نائبة رئيس سيد مراد بن سعيد هو كاتب العام للجمعية وسيد محمد ماني أمين مال وبقية الأعضاء كلها زملاء كل بقية الأعضاء زملاء معنا وذلك علاش نحن باش نستقبلوا المكالمة الهاتفية كاتب العام الجمعية التشوكبول بالقيروان سيد مراد بن سعيد. مرحبا بك سي مراد. مرحبا بك سي عبد الله. مرحبا بك. مرحبا بمدى بسمة. مرحبا بجميع المستمعين حياتها فهم ان شاء الله يعطيكم الصحه على اللفته هذه الكريمه اللي ضربتوا بها الرياضات هذه الجديده على لا سيما رياضه الجوكبول. باش نحطك في الاطار سي مراد كنا نحكيوا في الجزء الاول لمحه على رياضه التشوكبول في القروان كيفاش اول جمعيه تم تاسيسها وكيفاش قمت بزوز تظاهرات وقاعدين يعني اطرف الشباب وتوا خذينا لمحه في الجزء الثاني على تركيبه الاعضاء بالنسبه للجمعيه. اكيد انت ككاتب عام للجمعيه اكيد انت لاعب ايضا في الجمعيه هذه استاذ تربيه بدنيه اكيد عندك عمل كبير سي مراد ونعرفوك صاحب خبره وانت اطرت برشا جيل. يعطيك الصحه سيدي من حسن اخلاقك. بالنسبه لرياضه الشوكبول كما تعرف معناها هي رياضه جديده دخلت لتونس معناها في 2017 اواخر 2017 اول جمعيه جمعيه نادي شوكبول تونس اللي تقتر هناك وبدات من وقتها تخدم على بس حبت تمس اساتذه التربيه البدنيه المربيين اللي على طريقهم هما تتم نشر اللعبه هذه ما تعرف باش تنشر اللعبه مش ساهل اذا كان مش تمشي طول الجمعيات المدنيه مش تلقى صعوبه هذاك علاش حبت على طريق المؤسسات التربويه ممثله في الاساتذه التربيه البدنيه وبدات تعمل في دي فورماسيون تكوين للمربين وعطيهم هما تنشر اللعبه هذه في على الصغيرات اللي في المدارس وفي المعاهد والاعداديات. بالنسبه نحن تجربتنا في القروان انما في نفس الاطار بدينا نحن ثله من اساتذه التربيه البدنيه مشينا عملنا فورماسيون ولقينا اللي اللعبه هذه هي لعبه المستقبل. لعبه مميزه جدا من حيث اني معناها تكرس التباعد ما فيهاش كونتاكت فيهاش معناها بلدان وضرب وكل شيء كما نلقاوه في العديد من الرياضات الاخرى وبالاضافه ان انت تلعب معناها في اصناف مختلفه ومع بعضهم تنجم يلعب البو مع ولده مع بنته مع زوجته في فريق واحد لاني معناها ما تفرضش جنس معين وما تفرضش كاتيجوري داج معينه معناها في اللوبين في الدورات المفتوحه تنجم يلعبوا معناها الناس كل مع بعض وهذاك علاش انا قلت لعبه المستقبل لانه نحن توا نشوف الرياضه ما عادتش متاحه للناس كل متاحه للنخبه ولا الناس اللي نجموا عندهم الفلوس نجموا يلعبوا في الاكاديميات وفي في القاعات الخاصه
بالنسبه للناس اللي يحبوا يمارسوا الرياضه في اطار عائلي وفي اطار معناها اصدقاء مع بعضهم ولا اخوات مع بعضهم ينجموا معناها في التشوبال متاح شيء هذا وممكن. هو في البداية سي مراد هل أنه تم تعريف بالرياضة هذه في ولاية القيروان باش على الأقل تكون فما عباد تعرف الرياضة هذه وتنجم حتى تعجبها وتنخر؟ هو تم نعم يعطيك الصحة، تم التعريف بالرياضة هذه في على زوج مستويات. المستوى الأول عن طريق إنشاء الجمعية المدنية نتاعنا، جمعية نادي تشوكبول القيروان، اللي بدات الفكرة من مارس 2020 وبدات حصلنا على تأشيرة في 2 مارس 2021 لمدة سنة كاملة، قعدنا نخدموا على الجمعية هذيا، وبعد خدنا العديد من الدورات سواء شاطئية وعلى الملاعب المعشبة، ونظمنا دورتين في القروان لهنا، الدورة الأولى في 26 ديسمبر 2020 وعاودناها في 26 ديسمبر 2021 تصبح بذلك دورة قارة، دورة صداقة، سميناها دورة صداقة. ومن خلالها حبينا ننش نعرفوا باللعبة هذه في مدنية معناها. بالإضافة لذلك عندنا معناها دورة كبيرة في المؤسسات التربوية، بدينا بالمؤسسات الابتدائية بالمدارس الابتدائية، ومشينا لأكثر من 6 أو 7 مدارس، عرفنا باللعبة وحطينا الماتريال على ذمة الإطارات باش ينجموا معناها في أي وقت يحبوا يمارسوا الرياضه هذه مع تلمذتهم، سواء في الدورات العاديه في وسط الحصص نتاعهم ولا عن طريق النشاط القاعدي في الجمعيات المدرسيه. هذاك علاش احنا توا مشينا خطوه باهيه، لكن ما زالت ماك تعرف ما زلنا تتسمى رياضه جديده ويلزمها برشا وقت باش تتعرف، وقاعدين في كهدف من الاهداف نتاعنا ان يكون عندنا دي كاتيجوري داج صغار باش الصغيرات يتعلموا في الجمعيه نتاعنا يتعلموا ويوليوا يستقطبوا هما بيدهم في مع اصحابهم ويعرفوا اكثر باللعبه ويشاركوا في الدورات. حتى لحد الان مازلنا قاعدين نشاركوا في الدورات المفتوحه معناها باصناف معناها صنف مختلط فيه الرجال وفيه نساء وفيه صغار وفيه بنات وكل شيء، لكن من بعد باش نشاركوا نحن في دي كاتيجوري معناها بيان ديتيرميني كيما نقولوا موان دو 12 ans ولا موان دو 15 ans ولا موان دو 18 ans، يلزم هكاك نحصروا الصغيرات من اول وجديد. واضح. سي مراد هو توا رئيسة الجمعية مدام بسمة حاضرة معنا، أكيد كنا نحكيو على الصعوبات المادية والمالية، أنتم أول جمعية يعني أكيد فما صعوبات، وكما تعرف لعبة جديدة أكيد فما معدات باش تشريهم، أكيد نعرفوا أنه الصغيرات إذا كان باش تنخرط في الجمعية فما الكورة اللي باش تشريوهم، الشبكة كذا، فما أنتم توا تلقاو في صعوبات كبيرة وين حتى تدربوا أكيد ولا؟ اي احنا الصعوبات كما تعرف معناها هي اهمها هي الانفراستركتور معناها مكان التدريب، فضاءات معناها تقريبا الموجوده المعروفه هي فضاءات تابعه للبلديه كما القاعة المغطاة ولا الملاعب التابعه للبلديه، يلزمك باش تتحصل على حصه ولا حصتين ولا يلزمك معناها من اول العام وتقعد تتقرق وما تعرفش خاطر هم عندهم كومبرومون كبير معناها ضغط كبير، لذلك احنا التجأنا الى طرق معناها خاصه، نحن في بعض المؤسسات التربويه قاعدين ننشطوا ساعات ولا وباقي ناقص، خاطر تعرف التغيرات تجيبهم فيهم لي زاكروباتي خاطر اللعبه هذيا فيها الواحد ينجم يتيح وكل شيء، ماذا بينا يكون في ملعب معشب ولا في قاعه مغطاه يكون ترى معناها يعني ما زلتوا ما لقيتوش حلول حتى على المستوى التركيب خلينا نقولوا انه انتم بقيت الاعضاء كما قالت مدام بسمه يعني مش برشا، لكن انتم تسعوا باش يعني النومبر يكبر اكثر وتلقاو حلول باش ما تقعدوش انتم تستنيوا في السلطات باش تعاونكم، لكن من الاول تبداو بالحلول الفرديه. سي مراد بارامو هي كانت تحكي في الكواليس عندكم مشروع مستقبلي، ما زلت ما حبيتش تقول لنا على المشروع وتوضح لنا اكثر،
ان شاء الله المشروع اللي هي قالت ان شاء الله باش تطرحوه، ان شاء الله الناس الكل الناس الكل يد واحده من اجل هالمشروع. اذا كنا حسب ما حكيت مدام بسمه ممكن باش يبدل برشا حاجات وباش تلقاو برشا حلول باش تنهضوا بالرياضه ذي. واكيد انه الرياضه ذي برشا لقات صدى كبير سي مراد. اكيد هي اللي مارسها اللعبه هذه يتغرم بها، جاء اكبر دليل انا معاكم اني عندي كارير نتاع تقريبا اكثر من 35 سنه كره طايره، ونهارت اللي لعبت تشوكبار تغرمت بها، معناها بدلت لي الوجه نتاعي معناها الى حد ما تغرمت بها كممارسة نمارس في رياضة تشوكبار اكثر من نمارس في كره طايره، فيو اني ما فيهاش كونتاكت فيهاش اكسيدون فيهاش ما تخافش على روح الواحد، ينجم يلعب وينجم يعرق وينفتح على على اللاعب وعلى اللاعب ويحسن قدراته البدنيه كل شيء من غير ما يكون فما كونتاكت ولا فيها دي اكسيدون. وذاك علاش ينجم كما قلت لك من اول بالنول، معناها ينجم حتى الاولياء يجيبوا صغارهم ويلعبوا هما وصغارهم فيش مشكل، الخو واخته يجيو مع بعضهم بنات ولاد ما فيهاش حتى مشكل معناها. واضح سي مراد. طلبش مستوى فني كبير باش واحد ينجم يلعب مستوى معناها مبتدئ سوفي باش يعمل حصه واحده، الحصه الثانيه يبدا يلعب وما ويتفرهد ويشيخ. باهي واضح سي مراد. اخر سؤال قبل ما نختموا معاك، اكيد كنت نحكي مع مدام بسمه، القروان فما عديد المناسبات ان شاء الله باش نستفتحوا بشهر رمضان المعظم لل 27، ما فماش حتى هكا فكره نتاع تنظيم تظاهره صغيره حتى في شكل دوره الصداقه في شهر رمضان المكرم؟ اكيد انتم نجحتوا في زوز دورات، علاش ما تكونش الدوره ذي تلم الناس الكل وتكون دوره ناجحه؟ من حيث المبدا احنا ما عادش حتى مشكل، ما زلت ما حطيناش البرمجه نتاع الشهر القادمين كيفاش باش نعمل، علاش لا؟ احنا منفتحين شوفي باش نلقاو موافقه نتاع الجمعيات الاخرين انهم يشاركوا معنا، نحن ما في كل وقت ما احناش ما نقصروش نجتهدوا باش ننجحوا اكثر ما يمكن من الدورات في ولايتنا، وهذا هي دعم لنا نحن ودعم للعبة ونشر للعبة في الولاية. مشكورين للسلطات الحق ديما يعاونونا، معناها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة القيروان، سواء معناها بعض المؤسسات الخاصة، ديما طامعين نحن في انهم يقفوا معانا، لكن وين نقصدوهم نلقاوهم الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك سي مراد بن سعيد كاتب عام جمعيه التشوكبول على التدخل نتاعك. اكيد مدام بسمه نحكيو على التشوكبول ونعرفوا القروان خاصه في المناسبات برشا الزوار يجيو، علاش ما تستغلوش الفرصه بما انه علاقتكم كانت باهي مع جل الجمعيات، علاش ما تكونش حتى دوره صغيره في مناسبه من المناسبات تكون حتى والله فكره هاي الانطلاقه من هنا ويعطيك الصحه والله فكره باهيه ان شاء الله نخمو فيها ونوصلوا ان شاء الله ان شاء الله. بوركوابا علاش ليه؟ اكيد انتم نجحتوا في زوز تظاهرات في القروان وشفتوا ردود الفعل الايجابيه من بعض الجمعيات، يعني فرصه اخرى باش والله فكره وباهيه يعطيك الصحه سي عبد الله. باهي باش نحكيو على المشروع، اعطينا حتى لمحه على المشروع اللي والله أكبر. المشروع هو ديما الفائده تكون معناتها للي براتيكون معناتها السبور، سواء كان معناتها فولي باسكيت تشوك بول، معناتها نحن نحبوا نستقطبوا، راهو مثلا تضربت انت في الباسكيت وما عادش تنجم تعطي روندمون في السيفيل نحكي خاطر على الاليت، علاش تخسر كارير؟ مرحبا بك اجا بحذانا تشوك بول وتمارس رياضه كمعناتها ربة بيت تخدم نهار كامل في البيرو ولا معلمه ولا مرحبا بيك، معناتها ما فيهش صعوبات اون فوا حتى تفرجت عليها باذن الله تتغرم به كمعناتها كبراتيكون للرياضه، معناتها منك تبدل الجو تنحي ستريس وبدنك معناتها يتحسن، الدوره الدمويه التنفس العضلات المفاصل معناتها هذه حاجات امراض العصر معناتها حتى صحيين احنا في راديو صحي يعطيك الصحه صحيين يعني يرجع بالنفع
يعني مختلف الاعمار، وشفنا انه كما تحكي انت الرياضه هذه فيش عمر محدد، يعني حتى من الصغار للكبار زاد نجم يكون يمارس النشاط نتاعو. احنا من المنبر هذا نرحب بالناس الكل معناتها ومرحبا، وعلاش ليه، ونحن حاضرين في اي وقت، وان شاء الله مع المتوفر المتاح باذن الله نوصلوا للي نحبوا عليه. هو اكيد مش الناس الكل مش تكون حاضره، لكن فما امور اجراءات قانونيه. علاش نغزروا للكاس الفيره، نغزروا للشطر المليان، مرحبا نحن موجودين، مرحبا بالناس الكل. هاي مدام بسمه قالت لكم مرحبا، نحن حطينا اجراءات قدكم يعني ما في الكواليس. انا كلمت المخرجه قلت لها والله انتم نهار كامل على البيرو، مرحبا بكم، اجا نص ساعه، مرحبا نص ساعه، تنحي ستريس، تنحي الوضعيه نتاع البيرو والقاعده والكل، وتتفرهد، تبدل الجو، تعرق، تدوش، تحس بانتعاش، وتكون ايجابي في روحك وفي حياتك باش تواصل. هو برشا حاجات اكيد تتغير حتى في العقليه، حتى في البدن، في السلوك. الحمد لله والله القروين مشكوره من جميع الحقيقه، من الفضاء، انت كي تبدا من الفضاء نتاع الفسقيه وتشوف ترى عائله كامله راهي تمرش معناتها وتمشي، واللي بكرهبتها تحط الكرهبه وتمشي تعمل المارش، معناتها كيما ترى الزربيه تلقاهم يمشي ويوصلوا للزربيه، معناتها فهمت، الجده والام والبنت. انا نفرح، انا كرا نفرح بيهي، معناتها سي اكتيفيتي فيزيك معناتها مديري حسب العمر، حسب البيئه، حسب كل شيء، معناتها ماذا بيك تنطلق، معناتها هذه لصحتك انت. هو تحية لكل مسؤول اللي عاون، خاصة ما نجموش نتعداو، ما نشكروش مندوبة سابقة مدام خولة طقطقة اللي عاونتكم وسالتلكم، سي منصف عينين واللي فتح لكم الفضاء نتاع دار الشباب. صحيح نشكروهم الكل، خاطر مدوا مش ويد المساعدة بركة، بالعكس شجعونا ويرحبوا بنا في كل المناسبات. أكيد تحية لهم اللي قدموا، نحن نرحبوا ونشجعوا كل مسؤول يمد يد المساعدة للولاية هذه، سواء في المجال الرياضي أو المجال الثقافي أو في جميع المجالات الكل. تحية لهم. مدام بسمة في الختام علاش كنت تحب تسلم وميساج حاب توصله؟ أنا نحب نسلم على الناس الكل بدون استثناء وبدون إقصاء، ونرحب زادة بالناس الكل اللي ممارسة الرياضة، معناتها معناتها كيما نقرا نغذي مخي، كيما نسمع موسيقى غذاء للروح، كيما نمارس الرياضة نغذي بدني، ومعناتها ديما ثم الإفادة. ومرحبا بالناس الكل، وجمعية تشكبو القروين ترحب بالصغير والكبير واللي يحب يبدل الجو ويترينا وينحي ستريس واكتيفيتي فيزيك تنعوش بها البدن. شكرا لك مدام بسمه. هكا وصلنا لنهايه حصتنا من في بي سبور. اكيد نذكر كانت معنا رئيسه جمعيه التشوكبول بالقيروان مدام بسمه الشريتي النجار. شكر خاص لامنه بوخيت اللي كانت في الاخراج التقني، سيف بولعريس في الاخراج الرقمي، عبد الله حطاب كوتي ميكرو. ملتقانا الاسبوع القادم في حلقه جديده وضيف جديد. متابعه طيبه لبقيه برامج الحياه تفهم. VIP سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار زبط على الحياه تفهم.